في سبعينات القرن التاسع عشر وخلال حكم الخديوي إسماعيل اكتذبت القاهرة شخصيات متنوعة من أنحاء العالم. نظرة عابرة على صالة فندق شيبرد المفضل للأجانب حينها تكفي لتمييز الباحثين عن الكنوز من الإنجليز وراقصات الباليه الروسيات. لكن من هم الأمريكان الذين يرتدون الطربوش وزي جيش الخديوي؟ البداية كانت مع تسريح الكثير من الضباط بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية بين الجيشين الاتحادي والكونفدرالي سنة 1865. وقتها كان إسماعيل باشا يسعى لتطوير الجيش المصري وتأكيد استقلاله عن الدولة العثمانية، فجاءته فكرة الاستعانة بالضباط الأمريكان من ذوي الكفاءة والمهارة العالية، خاصة أنهم بمعزل عن تعقيدات السياسة والصراعات الأوروبية بين الإنجليز والفرنسيين، وليس لديهم أطماع في مصر. وفي 1868، بينما كان الخديوي إسماعيل يزور إسطنبول، التقى بالعقيد السابق بالجيش الأمريكي تاديوس موت. أعجب إسماعيل بالعقيد موت فعينه برتبة فريق باشا، أي لواء في الجيش المصري. وبعدها بعامين جعل إسماعيل موت ياوراً له، وطلب منه المساعدة في اكتذاب الضباط الأمريكيين القدامى لتولي مسؤولية تطوير الجيش المصري وتدريبه. بسرعة عاد موت إلى أمريكا وبدأ في تشجيع الضباط للانضمام لهذه المغامرة، وأول من تحمس كان الجنرال ويليام شيرمان، وهو من تولى بعدها مهمة البحث عن الكفاءات وإرسالهم إلى مصر. وقتها وافقت الحكومة الأمريكية بشكل ضمني على الفكرة، ووجدت فيها فرصة للتخلص من ضباط الجيش من الفريقين ممن أصبحوا دون عمل بعد نهاية الحرب. أما الضباط الأمريكان فكانت فرصة لهم للهروب من الدمار الذي خلفته الحرب والرجوع للحياة العسكرية مقابل أجر مجزي. ونص العقد على الإقامة في مصر لمدة 5 سنوات يمكن للخديوي تمديدها مرة واحدة مقابل راتب وبدلات ومكافأة نهاية الخدمة. مع بداية 1870 عاد موت ومعه 20 من الضباط الكبار وعلى رأسهم عدة جنرالات، وخلال 10 سنوات خدم حوالي 50 ضابطاً أمريكياً بالجيش المصري. في مذكراته يقول الكولونيل ويليام داي الذي خدم أيضاً في الجيش المصري: كانوا رجالاً من ذوي السمعة الراسخة مهمومين بالمساعدة في تطوير سكان أرض النيل العتيقة. ربما من أبرزهم كانت تشارلز ستون الذي حارب قبل مجيئه لمصر في عدة حروب ولم يكن التوفيق حليفة في كل المرات، حتى أنه في الحرب الأهلية اتهم بالتسبب في خسارة إحدى المعارك لجيشه الاتحادي وسجن عدة أشهر. في 1870 جاء إلى مصر فأعجب به الخديوي إسماعيل وعينه قائد أركان الجيش برتبة فريق كما منحه البشوية، وظل يعمل في مصر حتى بعد رحيل جميع الأمريكان ورحيل إسماعيل نفسه، فخدم بعدها تحت إمرة الخديوي توفيق حتى 1883. الجنرال ويليام لورينج الذي كان ضمن الجيش الكونفدرالي وفي بداية خدمته في مصر عمل كمفتش عام وقدم اقتراحات لتحديث الجيش، ثم كلف بقيادة الدفاعات الساحلية للبلاد ومنح هو أيضا البشوية. مثل ستون كانت علاقة لورينج جيدة بالخديوي،
وليس دائما كذلك بالنسبة للجنود والضباط المصريين في الجيش. وفي 1875 تقرر القيام بحملة عسكرية على الحبشة بقيادة راتب باشا قائد الجيش ولورنج باشا رئيس أركان الجيش. لكن الخلاف احتدم بين القائدين راتب ولورنج، ومعه انتشرت حالة الفوضى في الجيش المصري الذي تكبد في النهاية خسارة ثقيلة، وتحمل الضباط الأمريكان اللوم عليها. إلى جانب قيادة الجيش برز الضباط الأمريكان في أعمال الهندسة، كما أسسوا مدرسة لتدريب الضباط والمجندين. ولعل أهم إنجازات الضباط الأمريكان في الجيش المصري كان في خدمتهم في البعثات الاستكشافية التي قادوها لاستكشاف منابع النيل والحدود الجنوبية لمصر. من أهم المستكشفين الأمريكان تحت الراية المصرية كان المقدم تشارلز شاييه لونج، الذي انطلق في 1874 في مهمة لاستكشاف أعالي النيل، فوصل إلى أوغندا، وهناك بحسب مذكراته وقع معاهدة مع موتيسا الأول ملك أوغندا، يقر فيها الملك بسيادة مصر على إقليمه. وكان لونج هو ثاني مستكشف غربي يصل إلى بحيرة فيكتوريا، وأول من اكتشف بحيرة كيوجا أو بحيرة إبراهيم في أوغندا. مع تراكم الديون على الخديوي إسماعيل، فرضت القوى الأوروبية وصايتها على الخزانة المصرية، وكان من ضمن قراراتها لخفض الإنفاق هو إنهاء عمل معظم الضباط الأمريكان الذين عادوا إلى بلادهم مع سنة 1878، ومعهم الكثير من الخبرات والذكريات التي سجلوها عن مصر وحياة العسكريين الأمريكان في بلاد النيل.